الجحيم الطائر، مقارنة بين مقاتلات الرافال وسو 35 المصرية. نسور السماء، القوات الجوية المصرية تأسست عام 1928 وساهمت منذ إنشائها في معظم النزاعات العسكرية التي كانت مصر طرفاً فيها، حرب عام 1948 وحرب اليمن وحرب عام 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973. وتضم أحدث أنواع المقاتلات على مستوى العالم نرصدها لكم في هذا الفيديو. طائرات الرافال صنعت من قبل شركة داسو أفياسيون الفرنسية، ونفذت أولى طلعاتها الجوية في الرابع من يونيو لعام 1986 لتدخل بعد ذلك الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي عام 2000، وهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع. المواصفات العامة، يبلغ طول رافال 15.27 متر، ويبلغ باع الجناحين 10.80 متر، ومساحتهما 45.7 متر مربع، ويبلغ ارتفاع الطائرة 5.34 متر، ووزنها بدون حمولة 10 أطنان. أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24 طناً. تبلغ حمولتها القصوى الخارجية 9.5 أطنان، وسرعتها القصوى في الارتفاعات العالية تتجاوز 2000 كيلومتر بالساعة، ما يعادل 1.8 ماخ. يتم تزويد الرافال بمحركين من نوع سنيكما M88-2 يعملان بالدفع الجاف بطاقة 50.04 كيلو نيوتن لكل محرك، وهي قادرة على قطع أكثر من 3700 كيلومتر، وتبلغ قدرتها القصوى على الارتفاع 16800 متر بمعدل صعود قدره 350 متر بالثانية. وتتحمل أجنحتها وزن 326 كيلوغرام لكل متر مربع. المواصفات التقنية، تحمل الرافال على متنها راداراً من نوع RBA-2 قادراً على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويستطيع رادار الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضاً. تكمن قوة الرافال في امتلاكها لنظام حرب إلكترونية من نوع سبكترا ثيلس، يستطيع رصد الطائرات الشبحية مثل F-35 من مسافة 170 كيلومتر في حال تشغيل مقاتلات العدو لرادارها. وبالإضافة لنظام سبكترا، تمتلك الرافال نظاماً كهربصرياً من نوع ساجم للبحث الحراري وتتبع الأهداف، ما يجعلها تنافس أكثر المقاتلات الحربية المعروفة بقدرات المناورة وغزارة النيران والقدرة على الاشتباك والدقة في إصابة أهدافها. يبلغ سعر الطائرة الواحدة من رافال حوالي 90 مليون دولار، وتبلغ تكلفة تشغيلها 16500 دولار لكل ساعة طيران. سو 35، أقوى مقاتلات الجيش المصري. هي مقاتلة تفوق جوي روسية متعددة المهام من تصميم شركة سوخوي، وتنتمي للجيل الرابع، الرابع بلاس بلاس، ويطلق عليها الناتو لقب فلانكر إي، وهي ذات قدرات فائقة على المناورة. وهي تطوير لمقاتلة سو 27، وقامت بأول رحلة تجريبية لها في يونيو من عام 1988، وأطلق عليها اسم سو 27M. وبعد تفكيك الاتحاد السوفيتي، عادت الشركة المصنعة تسميتها إلى سوخوي سو 35. المواصفات العامة، مقاتلة سو 35 بمقعد واحد، يبلغ وزنها فارغة 17.5 طن، ويصل وزنها وهي محملة بالأسلحة إلى 34.5 طن، ويبلغ طولها بين المقدمة والذيل 21.9 متر، والمسافة بين الجناحين 15.3 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 6.5 متر. سو 35 قادرة على حمل كمية كبيرة من الوقود بحمولة تبلغ 11500 كيلوغرام، كما يمكن زيادة حمولتها من الوقود إلى 14.300 كيلوغرام عن طريق خزانات خارجية تحت الأجنحة.
سو 35 مزودة بمحركين من نوع ساتورن EL31، وتبلغ سرعتها القصوى 2.25 ماخ، والتي تساوي 2756 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة تفوق المقاتلة الأمريكية الشبحية F-35 التي تبلغ سرعتها 1900 كيلومتر في الساعة. سو 35 يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 18000 متر، وتستطيع الطيران لمدى 3600 كيلومتر، وأقصى مدى للتحليق 4500 كيلومتر. بإضافة خزانات الوقود الخارجية وبفضل هذا المدى الطويل، تستطيع المقاتلة الوصول للأهداف البعيدة مثل سد النهضة الأثيوبي بدون التزود بالوقود، لذلك تعتبر المقاتلة الأخطر على أثيوبيا في أسطول مصر الجوي بحسب خبراء عسكريين. المواصفات التقنية: مقاتلة سو 35 تحمل رادار من نوع إيرباص إي، وهو من أفضل الرادارات في العالم. هذا الرادار هو أساس القدرات الكبيرة لسو 35، فهو رادار متعدد الأدوار يعمل في النطاق السلبي والإيجابي، وهو قادر على العمل حتى مدى 400 كيلومتر، ويستطيع كشف 30 هدف، ويحدد ويختار أهم الأهداف حتى 8 أهداف مقفل عليهم تماماً، ويختار أفضل 4 أهداف برية ويحدد الضربات عليهم جميعاً. ويعمل الرادار بشكل فعال ضد عمليات التشويش، فهو مؤمن بدرجة كبيرة ضدها. سو 35 تحتوي على أحدث وأقوى معدات التشويش والإعاقة الروسية من نوع كينرتي، وهذه التقنية تعمل على التشويش بفرز أشعة قوسية تغطي المقاتل بالكامل حتى تكون الموجة على شكل دائري، وهذه الطريقة توفر حماية أكيدة للمقاتلة ضد أي تهديد جوي، بالإضافة إلى نظام OLS الذي يعمل بأشعة الليزر عالية الطاقة، ويقوم بمسح جوي للأهداف الجوية على مدى 90 كيلومتر، ويحدد الهدف ويقفل عليه بدون تشغيل الرادار المركزي للمقاتلة في مدى 70 كيلومتر، ويتعامل أيضا مع الأهداف الجوية في المدى القصير أيضا حتى 20 كيلومتر، والأهداف البرية ويستطيع التصويب عليها من مدى 30 كيلومتر. ويستفيد الطيار بشكل كامل من هذه التقنية، بأنه إذا أراد إغلاق راداره لعدم كشف موقعه، فإنه سيشغل هذه التقنية وتعمل كرادار خفي تماما لا يمكن كشف الطائرة. تسليح الطائرة: تحمل الطائرتين سو 35 أحدث وأقوى الأسلحة في الترسانة الروسية من صواريخ جو جو وجو أرض وصواريخ مضادة للسفن، وهي المقاتلة الوحيدة التي تستطيع حمل صواريخ براموس ويخونت المتطورة. تستطيع حمل قذائف في 12 موضعاً عليها، يمكن أن يزيد عدد القذائف والقنابل المحمولة إلى 14 مع استخدام رفوف متعددة الحمولة، بالإضافة إلى أنها تتسلح بمدفع رشاش داخلي يحتوي على 150 طلقة من عيار 30 ملم.